ايه الدوشة دي؟ ايه الدوشة اللي انت عاملاها دي؟ يا نهار اسود، ايه اللي جابك هنا يا حمار؟ بالراحة، عض لسانك عشان ما تشمش ريحة الخوف. وانطوك الحنين. ايه اللي جابك هنا؟ هقول. قول. اعمل كده. انا لما شفتها في الاول كنت فاكره ابويا جاب لي كتدي بير عشان البلانتاين. هو ابوك ده عمره بيجيب لي حاجه، تعرف انا من ساعه ما هو ده وقته، هو ده وقته. انا بتاكد. ايوه بعد كده. ايوه قلت اجرب منها والعبها. ماشي. لقيتها بتتحرك، قلت بطاريات. لا ده انت كده حمار. ولما فهمت من ساعتها وهي قفشه فيا. ايوه وقاعده تفليني من كتر الجبل. قلت لك انا، قلت لك انا قبلت بالوضع. حتى جبت لها واكله واكلها ما رضيتش. ليه؟ حطيت لها ايه؟ موزه. فين الموزه دي؟ اهي موزه ضاني، جايب لها موزه ضاني. واه المفروض بتلو. آه. بالراحه بالراحه. ايه اللي شبهها هنا؟ هقول لك بس اوعى تقول لابوك. انا مش في موقف ينفع اتفاوض فيه. لو طلعت حي مش هقول. بصراحه انا طلبت النسناسه اونلاين فجت لي دي. كينج كونج دي عامله تعملها مربوحه كانك اتجننت. انا اسف. معلش معلش يا عتر. خليها تهدى علي. يو غوريلا يو نايس ات جدع. بقول لك ايه، انت لازم انت تساعدني في الموضوع ده. اساعدك؟ ده انا هروح لابويا واقول له واخليه يخلصنا منك ومنها. شكلكم اللي هتربيكم يا جزم. كنت فين يا بركه من زمان؟ حق بيرجع يا رب. الحمد لله. لازم يعني اجيب لكم جودزيلا عشان تسمعوا الكلام. خلاص خليها تسيبني واعمل لك كل اللي انت عايزاه. يو يو سيبي ات. ايه هيبقى غوريلا وديناصور؟ اللي حصل ده بجد؟ ايوه بجد. ايه المشكله؟ غوريلا في البيت مكبر الموضوع ليه؟ اوه يا مر. هو في اكبر من كده؟ انت اعمل كده اعمل كده. ايوه بقول لك ايه، كيف ما اتفقنا اوعى تجيب سيره لابوك.